الشطرنج لعبة جميلة وممتعة، ولكن وراءها أفكار دراسية ربما معقدة، وقد رأينا الكثير من الدراسات الجادة، ولكن في هذه السلسلة سنبتعد كثيرا عن كل ما هو معقد ونعطي الشطرنج للمتعة، وسنرى في كل فيديو من هذه السلسلة أدوار قصيرة وأيضا مواقف مثيرة، سواء تكوينات أو نهايات أدوار تنتهي بنهاية مفاجئة. وسيكون لدينا في كل فيديو أحد الضيوف، مثلا كبول مورفي، أو من العصر الرومانسي ككابابلانكا وأليخين، أو ربما ينضم إليهم في شارواتيل وكاسباروف وكربوف. والآن هيا نشاهد ونتذوق ونستمتع. وإذا أعجبك هذا الفيديو من فضلك سجل إعجابك واشترك في القناة وشارك بتعليقاتك. أهلا بكم يا أصدقائي في الفيديو رقم 27، وهذا الفيديو هو نموذج مطابق لمعنى الشطرنج للمتعة. هنلتقي فيه مع ضيفنا اللاعب الأمريكي الشهير فرانك مارشال، وهو يلعب أحد أدواره الشهيرة أمام بيرن أموس، وهذا الدور معروف باسم دور الغليون، لأن في تلك الأيام كان التدخين مسموحا به على الرقعة، وكان من المعروف عن أموس أنه كان شره للتدخين، ولذلك حاول مارشال أن يشد انتباهه عن إشعال الغليون بنقلات رائعة ودقيقة، حتى فاز عليه في النهاية. والشهرة المدوية لهذا الدور ضمنه مارشال في كتابه المعروف 50 عاما في الشطرنج، بل زاد عليه في تعليقاته عن كل نقلة، وأنا بالطبع سأذكرها لكم بالتفصيل لأنها تعليقات طريفة للغاية. ولكن البداية ستكون لأحد تكوينات مارشال البارعة التي أهديها للصديقين بشير حسين وعبد المهيمن عبد الوهاب من السودان، فرانك مارشال في بادن بادن 1925. مارشال بالأبيض، وآخر نقلة كانت إعطاء كش بالوزير من المربع H8، والأسود دافع بالاعتراض بالوزير، ووصلنا إلى هذا الموقف الذي يبدو أن دفاعات الأسود متينة، ولكن مارشال وجد نقلة تنهي الدور على الفور. يا ترى إيه هي؟ مارشال لعب النقلة الرائعة روك تيكس E6. بالطبع الوزير لا يستطيع أخذ الرخ لأنه مربوط على الملك، والأبيض بيهدد بروك E8 تشيك بمساعدة الفيل، وإذا حاول الأسود مثلا حماية المربع بنقلة زي الروك G8 هيترك حماية بيدة G7، والأبيض هيلعب بيشوب G7 تشيك ميت. بينما إذا حاول لعب روك F7 بيحمي المربع وفي نفس الوقت بيمنع الفيل من السيطرة على المربع E8، مارشال حيكمل ببيشوف G7 تشيك، وبعد روك تيكس G7 تم فتح الوتر إجباريا، ومارشال بيعطي المات فورا. بينما لو حاول إغلاق العمود بنقلة زي البيشوف E7 فإنه حيمنع مسار الرخ للمربع G7، والأبيض حيلعب بيشوف G7 تشيك ميت. الحقيقة نقلة من النقلات العبقرية. والآن هيا نرى التكوين رقم 2 لفرانك مارشال في نيويورك 1915. مارشال بالأسود، وآخر نقلة هي النايت D4 طالب الوزير، والأبيض لا يستطيع الأخذ بالحصان لأنه مربوط على الوزير، ولذلك الأبيض لعب كوين E3، ودلوقتي الحصان أصبح مطلوب بالوزير والحصان الآخر، لكن مارشال حسم الدور في النقلة القادمة. يا ترى إيه هي؟ مارشال لعب ببساطة نايت تيكس F3 تشيك، فاز بقطعة بكش للملك، وبالطبع الأبيض ليس أمامه غير أخذ الحصان، طالب أحد قطعتين من الأسود، لكن مارشال تجاهل التهديد وكمل بكوين H4 طالب تشيك ميت على المربع H2 بحماية الفيل، ودلوقتي الأبيض في ورطة، إذا ابتعد بالرخ لإعطاء مربع هروب للملك هيخسر فورا بكوين H2 تشيك، والأبيض لعب كينج F1 والملك مستعد للهرب، لكن هنا جاءت المفاجأة لمارشال،
لانه كمل بنقله رائعه. يا ترى ايه هي؟ مارشال لعب بيشوب سي 5 طالب الوزير، والوزير ليس امامه مربع امن غير مربع اي 2، لكن بهذه النقله اغلق الطريق على الملك ومارشال كمل بيشوب اتش 3 شيك ميت. بينما اذا دافع الابيض باغلاق الوتر بنقله زي الاف 4، الاسود هيكمل بنفس النقله بيشوب سي 5 طالب الوزير، والوزير هيتراجع، وهنا الاسود هينهي الدور فورا ببيشوب اف 3 بيسيطر على الوتر وبيهدد كوين جي 4 تشيك ميت، والابيض ليس لديه اي دفاع. التكوينة الثالثة، فرانك مارشال بيلعب في بادن بادن 1925. في الموقف اللي امامنا مارشال بيلعب بالاسود ولون نقلة، ويبدو انه لا يوجد اي تهديد جدي على الرقعة، ولكن مارشال اشعل الرقعة بنقلة حاسمة. يا ترى ايه هي؟ مارشال لعب النقلة الحاسمة روك اي 3. مارشال بيضع الرخ حيث يأخذ البيدق، وفي نفس الوقت طالب الفيل او البيدق الاخر، والابيض اذا اخذ هيخسر فورا بروك جي 2 تشيك كينج اف 1، وهنا الابيض هيلعب ببساطة روك تيك سي 2 تشيك بيكشف كش للملك، وسواء الملك جه للمربع جي 1 او للمربع اي 1 الابيض هيفوز فورا بروك تيك سي 1 تشيك، والملك لازم يغادر هيفوز برخ اخرى وهيفوز بالدور. بينما اذا لعب بيشوب اي 4 والفيل اصبح محمي وكذلك البيدق، لكن الفيل يبدو انه ليس محمي جيدا، لان مارشال هيكمل روك تيك سي 3 وفاز بقطعة، بل ايضا طالب الرخ الذي لا يستطيع الاخذ والا روك اي 1 تشيك ميت. على اي حال في الدور الابيض لعب بيشوب بي 4 وابتعد بالفيل المطلوب، ومارشال كمل في هدوء روك تيكس اف 3، طالب ياخد على مربع اف 2 وروك جي 2 تشيك ميت، لكن الابيض لعب سعيدا بيشوب دي 1 طالب احد الرخين، ويبدو ان الابيض فاز، لكن مارشال لعب بكل هدوء روك اف 6. الاسود طالب روك جي 6 تشيك ميت، واذا الابيض حاول الدفاع بنقلة زي البيشوب سي 2 مانع الروك جي 6، الاسود هيكمل في هدوء روك تيك سي 2، وبكده طالب المات بطريقتين، اما الاخذ على المربع سي 1 بتشيك ميت، او لعب روك جي 6 تشيك ميت، ولا يوجد اي امل للابيض. الحقيقة نقلة مارشال من النقلات التي نادرا ما نراها. واخيرا نختم بدور التكوينات، وربما الكثيرين يعلمونها جيدا، ولكن لا يمكن ان يكون هناك فيديو لمارشال بدون ان تكون بداخله التكوينة البارعة المعروفة باسم حمام الذهب في بريسلاو 1912. في الدور ده مارشال بيلعب بالاسود، والدور بيسير بطريقة عادية، ورغم ان الرخ مطلوب الا ان الابيض لا يستطيع الاخذ، والا الاسود هيفوز بالوزير بشوكة ملكية من المربع اف 3، ولذلك الابيض لعب في هدوء روك سي 5 طالب الوزير، ومارشال لعب نقلة اجبرت جميع المشاهدين على القاء الجنيهات الذهبية على الرقعة تحية لهذه النقلة التي تأخذ في جميع كتب الشطرنج 3 علامات تعجب، دليل على انها نقلة فذة. يا ترى ايه هي؟ مارشال لعب النقلة العجيبة كوين جي 3، وضع وزيره في مكان يؤخذ باي من البيادق او ربما الوزير، ولكن الابيض بعد تفكير سلم، لان الاسود بيهدد بكوين اتش 2 تشيك ميت، ولا يوجد اي دفاع، لانه اذا اخذ ببيدق الاف الاسود هيلعب فورا نايت اي 2 تشيك، والملك لابد ان يذهب للمربع اتش 1 وبيترك حمايه الرخ وروك اف 1 تشيك ميت. بينما اذا اخذ ببيدق الاتش هيتلقى المات في نقله واحده بنايت اي 2 تشيك، لان البيدق فتح العمود امام الرخ،
وايضا لا يستطيع الاخذ بالوزير والا هيخسر فورا بنايت اي 2 تشيك شوكة ملكية وبعد كينج اتش 1 نايت تيكس جي 3 تشيك. الابيض لا يستطيع اخذ بدا الاتش انه مربوط على الملك واذا اخذ ببدا الاف بيترك حماية الرخ وروك اف 1 تشيك ميت. الحقيقة هذه النقلة خالدة وخلدت اسم فرانك مارشال في التاريخ. والآن حان موعدنا مع المتعة ودور الغليون في باريس 1900، ورغم أن هذا الدور ليس عميقا للغاية ولكن تعليقاته طريفة بالفعل. هيا نرى. مارشال في البداية بيقول أن بيرن أموس كان بيدخن الغليون بلا توقف أثناء الدور بأكمله، وبعض اللاعبين كانوا بيقولوا انه بيصرف انتباههم ولم يتمكنوا من رؤية الرقعة بسبب ضباب الدخان، ولذلك وضعت خطة ان العب سريعا واصرف انتباهه دائما عن اشعال غليونه. وبالفعل بدأت بدي 4 ورد اموس دي 5 سي 4 اي 6 جنبية الوزير المرفوض. وهنا مارشال بيقول انه لعب هذه النقلة وبدأ يبحث عن جيوبه من اجل ان يخرج الغليون والتبغ، ولذلك لعبت سريعا نايت سي 3 نايت اف 6 بيشوب جي 5. الفيل بيربط الحصان على الوزير، واموس لعب ايضا بيشوب اي 7 ولم يحتاج لتفكير طويل، وكان قد وجد الغليون والتبغ وبدا يبحث عن منظف للغليون. وهنا لعبت اي 3 كاسل نايت اف 3 بي 6 بيشوب دي 3 بيشوب بي 7 سي دي 5 اي دي 5. اثناء هذه النقلات كان اموس قد فرغ من تنظيف غليونه وبدا يملأه بالتبغ، ولذلك قمت بتسريع الحركات بيشوب تيكس اف 6 بيشوب تيكس اف 6. وقبل ما يبدا في البحث عن الثقاب لعبت اتش 4، وهذه نقلة قوية استرعت انتباهه وترك الغليون والتبغ وبدأ يبحث عن مخرج، لأن الأبيض بيهدد بيشوب اتش 7 تشيك كينج اتش 7 نايت جي 5 تشيك. الهجوم ده اسمه هجوم بليسبري، وإذا الملك تراجع الأبيض بيلعب كوين اتش 5 ويفوز، بينما إذا أخذ بالفيل بياخد بالبيدة وبيكشف كش وبعد كينج جي 8 كوين اتش 5، والابيض له هجوم فائز في كل التفريعات. ولذلك وبعد تفكير لعب النقلة جي 6 وبدأ يستجمع مرة اخرى الغليون والتبغ، وهنا لعبت فورا اتش 5. الابيض طالب ياخد عن مربع جي 6 ويفتح العمود امام الرخ، والاسود كمل روك اي 8 وبيفتح مربع هروب للملك، وبعد اتش جي 5 اتش جي 5. آموس يبدو انه استراح وبدأ الان يبحث عن الثقاب لاشعال الغليون، ولذلك لعب كوين سي 2. وهنا آموس لعب نقلة ضعيفة نايت دي 7 وبدأ يهتم باشعال الثقاب، ولكن فوجئ بالتضحية بيشوب تيكس جي 6 وظهرت عصبيته، حتى ان نسى الثقاب المشتعل الذي احرق اصابعه فالقاه بعيدا ولعب اف جي 6. وقبل ان يستفيق لعبت كوين جي 6 تشيك، وهنا بدأ اموس يفكر ويحاول اشعال عود ثقاب اخر. الملك لو ذهب للمربع اف 8 الابيض هيفوز فورا بنايت جي 5 طالب تشيك ميت، والاسود لو اخذ الحصان الابيض هيلعب روك اتش 8 تشيك واللي تشيك ميت في الطريق، ولذلك تراجع بالفيل وبدأ في إشعال عود ثقاب آخر، ولكن هنا لعبت نقلتي الفائزة نايت جي 5 طالب كوين اف 7 تشيك ميت، وآموس دافع بكوين اف 6. وهنا كان قد نجح في إشعال الغليون وبدأ في التدخين، ولكن الوقت كان متأخر لأنني أنهيت الدور بروك اتش 8 تشيك. هنا ترك الغليون من يده وأطرق قليلا وسلم الدور، لان الاسود ليس لديه اي دفاع، وبعد كينج اتش 8 هتأتي كوين اتش 7 تشيك ميت. وقام آموس حزينا وصافحني ولملى بالتبغ والغليون المطفأ
وذهب بعيدا ربما يفكر لو كان استطاع فقط أن يشعل غليونه ربما كانت هناك قصة أخرى. وهنا انتهت ملاحظات مارشال وانتهى الدور، وإلى اللقاء قريبا. وإذا أعجبك هذا الفيديو من فضلك سجل إعجابك واشترك في القناة وشارك بتعليقاتك.